أهلا بكم مرة تانية. خسر منتخب مصر للشباب من منتخب نيجيريا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت المنتخبين ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة على استاد القاهرة الدولي. وبعد انتهاء المباراة صرح محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب ان سبب خسارة المباراة هي اهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف. كان في فرصتين في الشوط الثاني وهجمة ضاعت بشكل غريب على حد قوله. استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك على ضم الصفقات الجديدة للفريق علشان يستعد لمواجهة الترجي التونسي، واللعيبة هما المغربي أحمد بلحاج وناصر منسي ومحمود شبانة. تشافي هرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني أشاد بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل مباراة الفرقتين اللي هتتلعب النهاردة على ملعب أولد ترافورد في لقاء العودة من ملحق دور 16 من بطولة الدوري الأوروبي. وقال تشافي في المؤتمر الصحفي إن دي أفضل نسخة لفريق مانشستر يونايتد من سنوات، وده نتاج عمل المدرب تين هاج. الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد اتكلم عن مواجهة فريقه الحاسمة ضد برشلونة، وقال ان أنتوني جاهز لمواجهة برشلونة، اما مارسيل لسه مش دلوقتي هيكون جاهز، وان احنا لازم نلعب بافضل شكل ممكن علشان نضمن التأهل ونحقق الفوز. اتعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع فريق لايبزيج الألماني بنتيجة 1-1 في اللقاء اللي جمع الفرقتين على ملعب ريد بول أرينا ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. وحقق فريق انتر ميلان الإيطالي فوز صعب على بورتو البرتغالي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.